إلى فرنسا، حيث دخلت احتجاجات السترات الصفراء المعارضة للحكومة اليوم السبت أسبوعها العاشر وسط تعزيزات أمنية مشددة. تزامنت الاحتجاجات اليوم مع مواصلة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو بالحوار الوطني الكبير في الجنوب الغربي مع رؤساء بلديات الذين بدورهم طالبوه بخطوات ملموسة. كما حذروا ماكرو من أن الكلام وحده لن يكون كافيا لتهدئة غضب حركة السترات الصفراء.